كيف ذلك؟ كان الذنب ذنب لونا، ليس ذنبي. ما الأمر؟ أتريد سيارتك؟ تعال وخذها. سوف آتي، سأخذها. زاحف، اصطدمت بالمقر الرئيس. يبدو أنك حاصرتني. لو حلونا تحت السيارة. لا، سيسقط. رياح البومة. حتما لم تتوقع أن أترك لوحي في المنزل، صحيح؟ قبضة الزاحف الخارقة. لا، المقر الرئيس، هل فعلت ذلك؟ أيها القط، لم يعد بإمكاني السيطرة علي أكثر. اصمدي بوما، قادم. موجات القط الصوتية. أعتقد أنك ستلومني على ذلك. لا، علي التوقف عن لومك. هذا ليس ذنبك بل ذنبي. حان وقت البطولة، والأبطال يتحملون ذنب ما فعلوه ويصلحونه. عضلات الزاحف الخارقة. أنا السبب في حصول لونا على سيارة كاميرون، تركتها خارجا طوال الليل. لا بأس زاحف، سنساعدك في استعادتها. وأعرف كيف سأستعيدها. هذا كفيل بالغرض، إلى اليسار قليلا وسأكون جاهزا لنحت القمر. أنا متحمس سيدي. أطفئوا روميو، سنمنحك فرصة أخيرة لتسليم التلسكوب. انضاب دخيل، انضاب دخيل. شكرا، فهمت. إنه الزاحف المزعج. مؤسف أنك تأخرت كثيرا، راقب بينما أنا حيث ملامح وجهي الوسيم على القمر. عضلات الزاحف الخارقة. ماذا؟ أجل، عضلات الزاحف الخارقة. لدي مختبر متنقل وروبوت، من المستحيل أن تتمكنوا من إيقافي، لا يمكنكم مضاهاتي. محق، كان تشتيتك الجزء الأول من الخطة، أما الجزء الثاني هو استدعاء الدعم. لم تتوقع هذا، صحيح؟ بدأتم تتعاونون مع لونا؟ إنها أيضا تريد إيقافك. القمر وشأنه يا روميو، فهو ملكي مطلقا. حان الوقت للجزء الثالث من الخطة لونا. لك ذلك، هجوم الدغدغة. توقفي، أوقفها أيها الروبوت. لا يمكن لأحد الهرب من شعاع لونا، ولا حتى أنت. هذا صحيح. العثاث لونا، روميو، الروبوت منشغلون الآن. حان الوقت للخطوة التالية، عضلات الزاحف الخارقة. لا يمكنني تصويب الليزر بدون التلسكوب. حسناً، لا مزيد من الضحك، هيا ابتعدي. هاي، انتبه إلى خطواتك أيها المختبر المتنقل. أحضر التلسكوب أيها الروبوت. فات الأوان أيها الروبوت. سرعة القط الخارقة. نجحنا. لا يمكنني الحساب، لا يمكنني الحساب. مستحيل، انقضى الأمر روميو. طالما نتعاون معا، حان وقت البطولة. لا بأس بهذه الرقصة، لكنها ليست مسلية كتلك التي مع القط الصغير. مهلا، ربما بوسعي تصغير حجمكم. كف عن ذلك. حتى إنك لا تعرف أي زر تضغط. أنت لا تجيد توجيه خرطوم صغير. بلى يمكنني. كلا لا يمكنك. بلى، انتهى وقتكما. ناولان الخرطوم فورا. صغر ذلك الطائر المغطى بالريش. وأمسكوا بالسحلية يا محاربي نينجا. النجدة. استعدوا لتصغير حجمكم أيها المقنعون.
ماذا تفعل؟ شيء يدغدغني. مرحى، عدت كبيرا الحجم. عضلات الزاحف الخارقة. أجل، محاربي نينجا، أحضر الجهاز. لا، أيتها البومة، تولى السيطرة. إنه يشعر بشعورك، لكن رؤيته حزينا لا يجعلني أشعر بالسعادة. أردت أن يدفع الثمن فقط. لكنك أصلحت الخطأ بالخطأ. هذا صحيح. يا نينجا الليل، أنا آسفة جدا، يمكننا أن نصلحه. لا، لقد دمرتي، والآن سأدمر قطع الجميع الفنية. هذا يكفي يا محاربي نينجا. أعرف أن هذا ذنبي، لكن تمثالك لا يزال جميلا. أجل، إنه يشبهك تماما باستثناء الرأس. أجل، حتما عملت كثيرا عليه، إنه رائع. انسوا الأمر، إنه يصلح لشيء واحد الآن، تدمير المتحف. ادفعوه يا محاربي نينجا. لا، لا تفعلوا ذلك. تمسك بي زاحف. عضلات الزاحف الخارقة. محاربي نينجا، اجعلوا هذا التمثال أثقل وزنا. أتولى الأمر. سأصلحه. تدمر تمثالي، لكن ما زال بإمكاني أن أنقذ تمثاله والقطع الفنية. حان وقت البطولة. اتركا نينجا الليل لي وأنقذا القطع الفنية. سرعة القط الخارقة. هاي، ماذا تفعلين بيدي؟ أيمكنك أن تعيرني إياها حتى تساعدني؟ فهم؟ لا أستطيع الصمود أكثر. عضلات الزاحف الخارقة. رياح البومة. هل تمكن الروبوت الضخم من إيقاف القط الصغير المسكين؟ والآن قيدهما. حركة فلاش ستنقذكما. لكنها ليست حركة أبطال حقيقية، إنها خيالية. فلاش، فلاش، اركلي ودمري. يا له من استعراض أيتها البومة. حان الوقت لوضعك في سلة إعادة التدوير. روبوت، لا اتركني. لا. لا، حركة فلاش فاشلة. أيتها البومة، أنت بخير؟ أجل، لكن أنا آسفة، عندما كنت أحاول أن أكون فلاش فلاش، أنا البومة، والآن سيصل روميو إلى كل الكتب. وحصلت عليها بالفعل، وعما قريب ستكون مملوءة بصوري وحسب. بسرعة، الحقي بهما، سنأتي بسيارة القط. حسناً، لكن هذه المرة سأستعمل قواي الخاصة. حان وقت البطولة. ما حاجتها لكتاب فلاش فلاش؟ النظرة الثاقبة. حسناً، أخبرتني العصفورة أنك هناك. سيارة القط، اختبئي. توقيت رائع. خذ، اذهبا واربطاه جيداً حول الشجرتين في الأسفل فوق الأرض. إن أردنا إيقاف روميو، علينا أن نوقف روبوته أولاً. ماذا سنفعل الآن؟ والآن ستستعمل البومة الرائعة قواها الخاصة الرائعة. أولاً، جناحي الخارقان. ثانياً، النظرة الثاقبة. يهو، انظر روميو، لم تأخذ كتابي المفضل بعد. ماذا؟ خذه أيها الروبوت. عليك المحاولة أكثر. من الواضح أن محاربي نينجا أقوى منك.
اطمئن، سنتولى الأمر. لا، أنا سأتولى الأمر. أتريد التدرب مع شخص قوي يا نينجا الليل؟ هأنذا. أرجوك، أستطيع هزيمتك بإصبع واحدة. هذه الإصبع، محاربي النينجا الخارقين عليكم به. يا زاحف قادماً. انظروا، لدينا أداة رياضية جديدة. أحسنتم يا محاربي النينجا، أنتم تزدادون قوة. سرعان ما ستتسنى لكم هزيمة أي شخص في العالم، باستثناء أنا بالطبع. أنت بخير؟ لا، لقد أفسدت كل شيء. أردت أن أريكما مدى قوتي وحسب. لكننا نعلم ذلك. هكذا لن نستعيد المعدات الرياضية. كان علي السماح لكما بمساعدتي. أصبح النينجا أقوياء جداً ولن نستطيع ردعهم، لا سيما وهم متحدون. وجدتها، تزداد قوة محاربي النينجا باتحادهم، وهذا ينطبق علينا. حان وقت البطولة ولدي خطة. بحثت جيداً كما طلب الزاحف ووجدت هذا الحبل. وأنت؟ دراجة مهترئة، ليس إلا. وجدت كرة شاطئ مثقوبة، هيا. اسمع، إن حاول روميو المرور من هنا، استخدم سرعتك واذهب من مخرج الحريق وسد الطريق. سننال منه. لو كانت سيارتي معي لسددت الطريق عليه باستخدام زئير القط. ليس مجدداً أيها القط. ليس الزر الأخضر، ربما الأزرق. لا، ليس هذا. لم يبقى سوى الزر الأحمر، وحتماً هو الزر المطلوب. أنتم مجدداً؟ بدأتم تضجرونني. ليس بهذه السرعة روميو. يتوجب على أحدهم أن يهدأ. أنت بخير؟ أنا بخير، لكنه بللني وهرب. ماذا حدث؟ لم تكن هنا لمساعدتنا، هذا ما حدث. أنا؟ لا تلومني، إن تحطمت سيارة القط. لا! المقنعون يركبون دراجاتهم الصغيرة. استعدوا لأكل الكرات. لا أحد يؤذي أصدقائي. انبطحا! قفزة القط الخارقة. سأريك ماذا سأفعل يا راكب الدراجة. ابتعدا! لا! مركباتكم ليست أفضل مما يمكنني اختراعه، لذا سأحطمها كلها. هذا مدهش أيها القط، لقد أنقذتنا. لا يعقل ما هذا. زاحف! ها، لقد تجمد الزاحف بسبب حقل طاقة الخاص بي. لا يمكن لأحد دخول عريق لونا، ولا يمكن لأحد أن يأخذ تمثال القمر مني، لأنه لي 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 لي. لن يبقى معك طويلاً. أيتها الفتاة لونا، انتصرت، التمثال لك، سنغادر. عرفت أنك ستدركين ذلك في النهاية. ماذا عن الزاحف؟ سنحرره وسأستعد تمثالي أيضاً. اذهب عبر مخرج الحريق ثم إلى السلالم الداخلية عبر هذا الباب. ربما سننجح. اذهب هيا فوراً. انتهى الأمر لونا. الفتى القط. أعتقد أنني سأضع الزاحف والفتى القط في عريني أيضا، سيكونان تمثالين رائعين. والآن أيتها البومة التي بقيت بلا أصدقاء، هل تريدين أن تكوني أثاثا لعريني لونا أيضا؟ حان وقت البطولة،
سأفعلها. حسناً، سأعطيك إياه. تمثال القمر لك. أطلق سراح الزاحف والفتى القط. هل تقولين إنه لي فعلاً؟ لأحتفظ به إلى الأبد؟ أجل، إلى الأبد. ألم تطلق سراحهما؟ لا لا، لكن ماذا؟ هل نسيت أنني شريرة؟ والآن سوف أكمل مجموعتي الخاصة من المقنعين الصغار. الله، جناحي الغارقان. ستكون الأمور على ما يرام الآن. أنت معنا يا صديقي. أنا آسفة، أردت فقط أن تريا مدى براعتي. لكننا نعرف أنك بارعة بوما. ستكونين أكثر براعة إن مررت الكرة. محقان، إنها لعبة فريق ونحن فريق أيضا. حان وقت البطولة. أوريا، علينا أن نخرج البومة من كرة القمر هذه. لصقنا ثقبها بشيء كبير ومدبب. هناك علم خارج المتحف. زاحف، دحرج الكرة. فتى القط سر أمامه وأرشده. أين هؤلاء المزعجون؟ من هنا إلى اليسار قليلا. انتبه، عمود الإضاءة. كرة القمر، عودي إلى هنا. لا، هاي، لماذا أصبحنا أبطأ؟ إنه مغناطيس الفتاة لونا، إنه قوي جدا. علينا أن نتعاون كفريق. زاحف، استعمل عضلاتك. فتى القط، استعمل سرعتك. وأنا سأستعمل رياح جناح البومة. مرحى، أحسنتما يا صديقي. قطعة خردة. والآن لنثقب كرة القمر. عضلات الزاحف الخارقة. لندحرج الكرة بأقصى سرعة يا فريقي. أجل، ماذا تفعلون؟ لا 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 لا، مرحبا، تلك اللونة هناك. لا 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 لا. هيا أسرع، استخدم الخطافات للإمساك بالمايكروفون. ماذا؟ كيف أفعل؟ هناك تلك. لا 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 لا. هي، أجل. أدس. أما زال يعمل؟ لا لا لا. أيها المزعجون، عطلتم ميكروفوني الذهبي. هذا خطأكم. تعطل؟ هذا خطأي. الآن لن نرى جيدن هوستن. لا تصغي إليها، ما كان عليها أن تسرق الميكروفون. أجل، لكن ما كان ينبغي أن أطلب قيادة طائرة البومة، وما كان علي أن أخذ الهدايا. أنا آسف لجعلكما تتنافسان. حاولنا إرغامك على الاختيار بيننا. آسف بومة. وأنا أيضا، أنا لا أريد الذهاب. لا بأس يا رفاق، المهم الآن استعادة الميكروفون. حان وقت البطولة. حتى لو كان معطلا، ذلك الميكروفون ليس ملكا لك لونا. أعيديه حالا. ربما كان معطلا، لكنه ما زال لامعا وذهبيا، وهو لي لي لي. اسمعي، سنتولى نحن أمر العثث، وأنت خذي الميكروفون. أنا هنا يا عثث، لن تمسكي بي. تخاف الزاحف الخارق. دوري، سرعة القط الخارقة. بسرعة، خذي الميكروفون الآن. والآن تشقلب، تشقلب. هيا بنا. روميو، لما لا تجعلوني أقفز عاليا؟ فكرة جيدة، هيا اقفز عاليا. أوعى.
عضلات زاحف الحارقة. ها؟ هاي، لما لا تجعلني أدور؟ تدور؟ أعجبني ذلك. ماذا؟ روميو، لن تجعلني أرقص. أنا بارع في الشقلبة. حان وقت الشر يا ساحة المدينة. حسناً، إنهم وجهوا نحو روميو. ماذا ستجعلني أفعل الآن روميو؟ دعني أفكر. أو أجل، لا، ليس أنا. لا يمكن أن يحدث هذا. لا أحد يحب أن يتم التحكم به. إن أخذت أشياء ليست لك فعليك أن تعيدها. كيف تجرؤين على تحكم بي؟ قولي لي، ألا تكرهين تذمر أشرار الليل؟ محق. والآن ساعدنا لإعادة جميع أجهزة التحكم والأجزاء الداخلية. علينا أن لا ننسى أمر أول جهاز تحكم كبير. هاي، أجزاء جهاز التحكم بمروحيتنا. شكراً روميو. شكراً لأنكما وجدتما فكرة ممتازة. وشكراً لك لأنك قائد فريق رائع ومدهش. أظن أن روميو عانى بما يكفي. يمكننا إعادة بقية الأجهزة والطبق. التحكم بأحدهم ليس رائعاً حتى إن كان شريراً. أجل. هذه آخر مرة تتحكمون فيها بي. سأعود أيها المقنعون الصغار. لا لا لا. ها، سأعود الآن لملء الخزان بالمزيد من السحب. قوة لونا، اصنعي المزيد من السحب، وضعيها في الخزان. أنقذنا. أستطيع النجاح، أكره البلل، لكن ليس بقدر ما أكره تخييب ظن أصدقائي. حان وقت البطولة. سرعة القط الخارقة. أنا قادم يا صديقي. أسرع من الرعد. الفتى القط يركض بسرعة أسفل السحب ويجعلها تتبعه. ماذا؟ مهلا، ماذا تفعل؟ إن كنت سأبتل يا لونا فسيصيبك ذات الشيء. غرقت. كفى كفى. بينها وبين قفزاتها. هاي، هذا ليس عدلا. لا 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 لا. حان الوقت لإطلاق قوى القط. سرعة القط الخارقة. عضلات الزاحف الخارقة. هذا ليس عدلا أيضا. قفزة القط الخارقة. هذه هي طريقة الفوز. كانت حركات الخارقة أفضل بالتأكيد. مستحيل، كانت حركاتي أروع بكثير. أنا الفائز. أنا الفائزة. حركات الخارقة الأفضل. فزت مجددا. أنا الأفضل. أنا البومة الفائزة. زاحف، الفتى القط، الفتى القط. أمسكت بهما. أوه، لو لم أحاول التغلب عليهما لكنا معا الآن. هاي، ها
حان وقت البطولة. يفوز الفريق الأول. هل تريان؟ انظرا إليها وهي تحضر لي غنائمي. مخلوقات العثث بارعة، لكنني لا أعتقد أنها قوية كفاية لتحضر أكبر دمية كتلك الدمية العملاقة. ماذا؟ مهلا، سأجمعها معا لتحضرها لي. الأزهار، لا نملك أي منها. لا مشكلة، سرعة القط الخارقة. لا تنظري إلي هكذا، يفترض بك أن تنفذي أوامري كأن تمسكي بهم. حسنا يا صديقي، حان الوقت لنعيد هذه الفراشات. بلوت. يا فراشات، أتطيرين معي؟ لنذهب من هنا. انظري إلى ألواني أيتها الفراشات، هيا تعالي. ماذا؟ هذا ما تحبينه؟ أتصرف بلوت؟ هذا صحيح لونا، وأنا سأجرب هذا الآن. أنا آسف بشأن ما حدث في السابق، لكنني أحضرت لك أكبر قدر من الأزهار. خذي، تعالي معنا أرجوك. أجل، أحسنت أيتها الفراشات، شكرا. ماذا؟ تعطل مغناطيسي. أهلا أيتها الفراشات، لا تذهبي. عثث، أين أنت؟ ماذا تنتظرين أيتها الغبية؟ أمسكي بهم. قلت لك أمسكي بهم أيتها العثث الحمقاء. العثث ستأتي أيضا؟ هذا يلائمنا فعلا. أجل، سأكون لطيفا معك. لا 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 لا، لم يعد لدي أعوان الآن، هذا ليس عدلا. انظرا، أشعر بالأسف على الفتاة لونا. انتهت الاستراحة، إلى موقعنا التالي. كيف سأطارد النينجا وأنقذ أصدقائي؟ لقد خدعني. كانت البومة محقة، الغضب لن يفيدني، وخاصة غضبي عليها وعلى الزاحف. حان وقت البطولة والحفاظ على الهدوء كالمعلم فانغ. أوبس، الطريق الخطأ. ساعدنا يا صديقي. هيا. حسنا، سأغير أسلوبي. سرعة القط الخارقة. يحافظ الفتى القط على هدوئه ويتبع خطته لإنقاذ أصدقائه. احترس. اطمئنا، عاد الفتى القط وهو هادئ كالمعلم فانغ. سرعة القط الخارقة. المحطة الأخيرة للركاب. أوه، كانت جولة رائعة. شكراً على إنقاذنا. لا تشكراني، وأعتذر لأنني غضبت منكما من قبل، تصرفت بقسوة. لا بأس، عدت إلى طبيعتك. شكراً لكما، والآن لدي فكرة، ربما إن غضب نينجا الليل ومحاربوه سيخفقون أيضاً. حان وقت البطولة.